عندي فكرة يا كابتن جمال، بكرة فريرة هيلعب بمين؟ وهل هيرجع العائدين من الإصابة هيدفع بيهم؟ يعني بكرة في محمود علاء، في حمزة المسلوسي، فتوح، حازم في القايمة، أوباما في القايمة، شايف هيبدأ بمين من وجهة نظرك؟ يعني هو طبعا يعني نقدر نقول في البدايه ان عواد طبعا رقم أكيد واحد ان شاء الله طبعا باذن الله إن شاء وربنا الله. يوفقه. عوده طبعا محمود علاء بعد الاصابه دي حاجه جميله جدا، او الانذارات يعني العوده كويسه، ف عندك بكره الونش ومحمود علاء ومحمد غني، ما بتديك اريحيه جامده جدا جدا وفي حسام عبد المجيد اللي لعب الماتش اللي ان فات. عندك محمد عبد الغني وعندك حسام وعندك محمود علاء، عندك المساكين ما عندهمش مشكله اي حد يلعب بيه. لعب فتوح الماتش اللي فات مكان عبد الله جمعه، برضو بيحضروا بعد طبعا الاصابه، وبعد الحمد لله لعيب كويس خف قوي، وبقى كويس لعيب كويس قوي. من الاصابه، فدي طبعا ممكن يبتدي بعبد الله جمعه نفس البتاع ويلعب فتوح. نيجي بقى حته اليمين، يعني محمد طارق والمسلوسي ومحمد عبد الغني وحازم، هم دول اللي لعبوا في الفتره اللي فاتت، فانا اعتقد عوده المسلوسي وحازم، فممكن يبتدي بالمسلوسي على اساس ان حازم بيلعب دايما وساعات لعب الشوط الثاني. ونجم كمان باك يمين، يعني ولعب زيزو قبل كده باك يمين برضه، يعني بس اتحلت الحمد لله بعوده المسلوسي وحازم امام. يعني ما فيش مشكله في الاثنين برضه. نص ملعب لا غنى عن امام عاشور، لا غنى عن امام عاشور طبعا، وزيزو بن شرقي ممكن ده هم الثلاثه اللي ورا، وبعدين زيزو وبن شرقي وقدام سيف الجزيري. نيجي بقى للديفندر، هو طبعا مش موجود رؤى، فممكن اسلام جابر يبقى موجود كديفندر، اوباما موجود كديفندر، زيزو بيستخدمه كديفندر تاني كديفندر، ويلعب سيد عبد الله مكان زيزو ناحيه الليفت. فده ممكن، انا شايف ال 18 ما فيش، يوسف اسامه طبعا ربنا يشفيه بره، بسرعه، وسيف فاروق ربنا يشفيه، وسيف برضو ربنا يشفيه بسرعه، ومحمد طارق ان شاء الله وعمر يرجع السعيد بسرعه، اجهاد عضلي، وعمر السعيد، انما الحمد لله في هيكل للفرقه كويس، تقدر تقول يلعب في الفرقه زي ما هو عايز، واللي بره كمان الدكه ايوه تبقى كويسه. ايوه دي اهم حاجه ان الدكه تكون كويسه.